أهم مباراة على سطح الكرة الأرضية الموسم الحالي، كلام طبعا على قبل نهائي دوري الأبطال النهاردة، مباراة العودة اللي هتجمع ما بين المان سيتي وريال مدريد في ملعب الاتحاد في مانشستر. تقدر تقول ان ميلانو حجزت ليها مقعد، وهي كده كده حجزة مقعد سواء كان الانتر او كان الميلان، في النهايه ميلانو كانت حجزة مقعد في نهائي دوري الابطال، اما المقعد الثاني اما يكون مانشستراوي او يكون مدريدي، والنهارده ليله الحسم هنعرف. النهارده هنتكلم بشكل كبير على مباراه السيتي وعلى مباراه ريال، وبالتاكيد طبعا يعني ما يغيبش علينا ابدا ماتش الاهلي والترجي واستعدادات الاهلي لمواجهه الترجي في مباراه العوده بعد بكره ان شاء الله. خلينا نبتدي الحقيقه باخبار الاهلي النهارده ونطمن على الغيابات، سواء غيابات اجباريه يعني فرضتها الظروف، فرضتها عوامل الاجهاد او الاصابات، والحمد لله مفيش اصابه كبيره يعني ان شاء الله باذن الله نعدي ماتش الترجي وكل سكواد يكون كامل مره ثانيه، او بحكم اللي بيدور في دماغ مارسيل كولر سيناريو باثنين ما لهمش ثالث، اما ان الراجل يلعب بتشكيلته الاساسيه، وده السيناريو اللي انا بتوقع او برجح انه يكون يعني احتمالياته كبيره، فكره انك انت تلعب بتشكيلك الاساسي وبعد ما تطمن لنتيجه المباراه تقدر بعد كده تجرب وتدخل اللعيبه اللي عايز تجهزها وتخليها فورمه عشان اللي جاي صعب سواء في الدوري او في طبعا ان شاء الله حال وصولنا للمباراه النهائيه. تشكيل مستر كولر هيحدده سيناريو المباراه، يعني لو الاهلي قدر يحسم بدري بدري ويقضي على امال الترجي ويستبعد اي سيناريو من مفاجآت، هيكون في الوقت ده مساحه كبيره جدا لمشاركه اللعيبه اللي ما خدتش كتير الموسم ده، يعني قندوسي مشاركته وارده، محمد مجدي قفشه، محمد شريف، احمد عبد القادر، الناس اللي كانت بعيده شويه عن المشاركه بشكل اساسي في الفتره الاخيره من الوارد جدا. والسيناريو الثاني وهو ايضا وارد الحدوث لكن يعني احتمالياته مش كبيره قوي، او مش برجح انه مستر كولر ياخد المغامره دي في التوقيت ده وفي المرحله دي، واعتقد انه بيشاركني في ده كل الاهلاويه يعني او معظم الاهلاويه، انك انت تبدا تريح اللعيبه الاساسيه اللي لعبت المباراه الاخيره وتشارك بتشكيل جديد، واعتقد ده سيناريو صعب شويه وان كان وارد، لكن في النهايه قرار مستر كولر هيكون ايه؟ هيبان كمان 48 ساعه. طيب زميلنا كريم احمد موجود في ملعب مختلط تيتش او في النادي الاهلي، طيب مش جاهز. طيب خليني اقول لحضراتكم كمان انه من الوارد جدا جدا طبعا انه في لعيبه، انا عارف انه في كلام كتير على حمدي فتحي، في كلام كتير على محمد الشناوي، في كلام كتير على عمرو السوليه، لكن من الوارد جدا وبما انه الاهلي حقق نتيجه الى حد كبير جدا يعني خلينا برضو نكون منطقيين، النتيجه تقريبا شبه محسومه وسيناريو العوده سيناريو صعب ومستحيل، وخصوصا انه وانا كنت امبارح الحقيقه بتكلم مع اشقائنا في تونس وبتكلم مع محمد سعيد فهمي الاذاعي بأم اف ام، وكان بيتكلم على فكره انه غيابات الترجي هل تعود في مباراه القاهره؟ قال لي لا، السيناريو مستبعد جدا. سيناريو ومع تغيير الاداره الفنيه وتولي واستقاله طبعا كابتن نبيل معلول، الترجي بيمر بظروف صعبه، لكن هل ده معناه ان المباراه محسومه؟ لا ابدا، خصوصا انك بتقابل فريق ليه باع طويل في الكره الافريقيه، فريق يعني تلقى هزيمه ثقيله، ردود افعال رموزه كابتن طارق دياب طبعا رمز من رموز الكره التونسيه وواحد من عمالقه الترجي الحقيقه، وهو بيتكلم على خساره النادي الاهلي كاد ان يبكي، وبالتالي الفريق جاي يرد اعتباره حتى لو ما كانش هدفه التاهل او حتى لو لم يتمكن من الحصول على بطاقه التاهل للنهائي، بالتاكيد هو هدفه رد الاعتبار في القاهره، فبالتالي هي مباراه بالتاكيد مش هتكون سهله على الاطلاق، لكن ما عنديش شك وكل ثقه في لاعبتنا ان احنا قادرين على الحسم ان شاء الله، خصوصا ان احنا اعصابنا اهدى، النتيجه في مصلحتنا، هدف واحد ينهي تماما على امال الترجي. نروح نشوف تمرينه الاهلي النهارده اخبارها ايه، نروح للتتش لايف وزميلنا كريم احمد من داخل النادي الاهلي، تمرينه النهارده اخبارها ايه واستعدادات الاهلي لمواجهه الترجي. مباراه كريم كنت بقول انها بالتاكيد مهمه يعني نسبيا طبعا سهله بعد سكور كبير، النتيجه العريضه، المشاكل اللي بيعاني منها الترجي في الفتره الاخيره، استقاله نبيل معلول، غياب اسماء مؤثره، ولكن في النهايه اعتقد انه الاهلي بيتعامل مع المباراه وكولر بيتعامل مع المباراه بمنتهى الجديه. نطمن منك على فرقتنا وبعد كده اتكلم على الاسماء اللي احتمال انها تغيب عن مواجهه الترجي. اتفضل كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، يعني بضم صوتي لصوتك بالتاكيد بعيدا عن الشوط الاول، انت عارف طبعا هم شوطين، شوط اول الحقيقه النادي الاهلي اداه
بقدر نجاح كبير جدا وباداء وباصرار وبرجوله وبامور عظيمه جدا الحقيقه لفريق النادي الاهلي. لكن انت عارف الاختلاف الكبير وبناكد في كل مره، وانت عارف طبعا زميلي احمد المتغيرات كثيره جدا في كره القدم، ويمكن كولر الحقيقه بياكد على هذا الامر. الاحترام للمنافس امر مهم جدا. الشوط الاول انتهى بكل ما فيه، ما تعرفش الشوط الثاني ممكن يكون فيه ايه، عشان كده بنشوف جديه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي في التدريبات. النهارده يعتبر التدريب الرئيسي والاساسي لفريق النادي الاهلي وليس غدا. النهارده يمكن التدريب هينتهي بتقسيمه معتاده لمستر كولر، لكن هيكون فيها شغل تكتيك كبير جدا، هيكون فيها العناصر اللي هتشارك ان شاء الله بمشيئه الله في المباراه. التدوير مهم لان انت عندك مهمه كبيره جدا، عندنا بنفقد عدد من لاعبي النادي الاهلي سواء للاصابات او اي امور اخرى، او ايضا كمان لعدم المستوى. الراجل عنده رؤيه مهمه جدا وعارف متطلبات كل مباراه ايه، عشان كده ثقتنا كبيره جدا في الجهاز الفني بالكامل مستر كولر ان هو يضع طبعا يده على كل اللعيبه ان شاء الله تخوض هذه المباراه بالتكتيك بالشكل بالمهام بالوظائف بكل حاجه ان شاء الله باذن الله. الجديه موجوده، يمكن الجو مأكدنا زميلي احمد صعب شويه في التدريب، لكن في هذه اللحظات يمكن الجو ابتدى يعني يهدى شويه لان الجو كانت حراره صعبه جدا في تمام الخامسه موعد انطلاق تدريب فريق النادي الاهلي. الامور طيبه الحمد لله للفريق بالنسبه للاستعدادات. على الجانب الاخر يمكن خلاص عرفنا ان فريق الترجي يصل اليوم في تجهيزات مميزه جدا الحقيقه من فريق النادي الاهلي، او من ايضا كمان الجانب الاداري لفريق النادي الاهلي لبعثه الترجي اللي هتكون متواجده هنا في القاهره. الامور طيبه بالنسبه للتدريبات الاستعدادات، ينقصنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى والجهد الكبير من جمهور النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله يكون سر الفوز بمشيئه الله. صحيح، كريستو طبعا بره لانه سافر مع منتخب تونس عشان يشارك في كاس العالم. الكلام على الشناوي، حمدي فتحي، رأفت خليل، عمرو السوليه، نعرف منك موقف الاسماء اللي احتمال تغيب عن مواجهه الترجي المقبله. يعني طبعا رأفت، هبدا معاك برأفت، بيوصل التأهيل، شفناه النهارده بيوصل التأهيل. الشناوي يمكن ايضا كمان هو الاصابه المطوله شويه يعني من اسبوعين لثلاث اسابيع، شد في السمانه او مزق في السمانه، يعني هي مش هتكون كبيره عن اسبوعين او ثلاثه، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في علي لطفي يكون متواجد بقيمته الكبيره، ويمكن بالتأهيل المميز جدا النفسي والذهني والبدني للميشيلي انا كنا اللي بيحاول يجهز كل حراس المرمى، لان خلاص علي لطفي عنده دور مهم جدا بعد مباراه الترجي في مباراه بطوله الدوري العام. فيمكن علي لطفي بيتدرب تدريبات مميزه جدا، وخلاص الراجل عارف ان هو هيحرس عرين النادي الاهلي في واحده من اهم لحظات الموسم، عشان كده ان شاء الله كل الدعم لعلي لطفي في الفتره القادمه ولكل لاعبي النادي الاهلي. عمرو السوليه يمكن شفناه النهارده بيشارك في التدريبات، لسه طبعا التدريب لم ينتهي حتى هذه اللحظه، هنشوف طبعا غدا لان غدا هيكون المعسكر لفريق النادي الاهلي عقب انتهاء التدريب. مروان عطيه كمان يمكن اكد لك عليه، يمكن الناس اتكلمت ان هو عنده نزله برد وممكن ما يكونش متواجد. مروان عطيه بيأدي تدريبات مميزه جدا، والنهارده الراجل متواجد في الجرعه التدريبيه الكامله. رامي ربيعه ايضا كمان يعني بنعمل ان شاء الله يكون في الفتره القادمه مع فريق النادي الاهلي، لكن الكل ماشي في التاهيل. كريم فؤاد، اكرم توفيق بيأهلوا في الملعب، الطب بيقوم بدور كبير جدا لان احنا عندنا يعني قامات كبيره جدا وقوه ضربه كبيره جدا ان شاء الله تعود لصفوف فريق النادي الاهلي، هتفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير. لكن الاهلي بمن حضر الكل طبعا جاهز، ده اللي احنا بناكد عليه لكل جمهورنا العظيم، ينقصنا التوفيق ان شاء الله. خليني اسالك الله. على انا عارف طبعا انه كريم واكرم، كريم فؤاد واكرم توفيق بره الحسابات اكيد في الماتش اللي جاي، لكن احنا شايفينهم بقالهم فتره بيتدربوا مع الفريق، هل في ميعاد عن موعد رجوعهم للتدريبات بشكل كامل واستعداداتهم للمشاركه؟ يعني طبعا هو اكرم اللي بادئ التاهيل من البدايه طبعا قبل كريم فؤاد، يعني يمكن نقول فرص اكرم هي الاقرب، لكن لسه يمكن تعرف في تاني كبير جدا 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 تحديدا في الرباط الصليبي، وتحديدا لاكرم وكريم توفيق لان هم عودتهم هتكون اضافه كبيره جدا، فمش عايزين اللعيبه ترجع، لان احنا بنشوف الحقيقه زميلي احمد يعني لعيبه بتعمل رباط صليبي وبترجع تاني، فعشان كده في تاني كبير جدا في جزء علمي مهم جدا من الجهاز الطبي، عشان كده ان شاء الله عايزينهم جاهزين، عايزينهم في المرحله القادمه مهما طول الامر معاهم، لكن بيأدوا اداء مميز جدا، ملتزمين بكل البرنامج التأهيلي، قوة كبيرة جدا إن شاء الله بإذن الله تكون مع صفوف فريق النادي الأهلي. لكن أرجع أقول مباراة الترجي الأهلي بمن حضر احترام كبير جدا للمنافس، جمهورنا عليه دور كبير جدا في تحفيز كل اللاعبين، توفيق ربنا إن شاء الله يكون معانا، لأن هي بتبقى تفصيلة صغيرة جدا، حاجة بسيطة جدا هي اللي تفتح باب الفوز بمشيئة الله، ولكل حادث حديث بمشيئة الله بعد هذه المباراة. صحيح، كل التوفيق لرجالتنا إن شاء الله يوم الجمعة يفرحوا جماهيرهم يوصلوا للنهائي الرابع على التوالي. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد، دي كانت أخبار النادي الأهلي. طيب خلينا نتكلم اكتر على تفاصيل الحلقه وتفاصيل طبعا ساعات النادي الاهلي، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نبدا حلقتنا. جوله كل يوم اربع في السادسه، وجوله مع المحترفين المصريين في الخارج. الحقيقه يمكن هتابع معاكم طبعا ارقام ومشاركات لاعبينا الاسبوع ده في مختلف دوريات العالم، والبدايه في انجلترا وتحديدا ليفربول مع النجم المصري المتالق محمد صلاح.
محمد صلاح بالمناسبة على اعتاب رقم تاريخي، هيسجل باسمه كأول لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع بلس 30 في 3 مواسم. الوحيد اللي حقق الرقم ده مع محمد صلاح هو تيري هنري، نجم طبعا فرنسا ونجم الأرسنال السابق. وفي حالة تسجيل صلاح لهدف وكان ممكن جدا في مباراة ليستر طبعا يسجل، لكن صنع اكتفى بصناعة 3 أهداف، لكن هو على بعد هدف واحد عشان ينفرد بالصدارة ويكون حقق ده في 3 مواسم مع فريقه ليفربول. صلاح شارك في فوز فريقه في المباراة الأخيرة على ليستر سيتي بنتيجة 3-0 في البريمير ليج، مدة مشاركته 88 دقيقة، صنع ال3 أهداف اللي سجلهم ليفربول في المباراة، وكان ليه 3 محاولات على المرمى، أهدر فرصة مؤكدة وحيدة، لمس الكرة 60 مرة، تمريراته 36 بنسبة دقة 83%، الكي باسز 4، صناعة فرص مؤكدة 2، وخسر الكرة 19 مرة، وتقييمه في المباراة 7.9 درجة. وليفربول حاليا قفز، تقدر تقول قفز طبعا لأنه كان بيعاني في بداية الموسم، لكن وصل للمركز الخامس وبينافس على واحدة من بطاقات التأهل، في أمل ضعيف صحيح لكن ما زال قائم في الجولات المتبقية في الدوري الإنجليزي، ورصيده 65 نقطة، بيجي طبعا ورا السيتي والأرسنال واليونايتد ونيوكاسل، والمباراة اللي جاية الفريق هتكون أمام أستون فيلا في الدوري. من انجلترا نروح المانيا، والنجم المصري المتالق الحقيقه عمر مرموش بيلعب طبعا ما زال حتى اللحظه مع فريقه الحالي فولسبورغ، لكن زي ما قلنا قبل كده انه خلاص مضى على عقد انتقاله لاينتراخت فرانكفورت. عمر مرموش شارك في مباراه فريقه الاخيره اللي فاز فيها فولسبورغ على هوفنهايم بنتيجه 2-1، شارك عمر في المباراه دي لمده 29 دقيقه فقط، لمس الكرة خلالها 16 مرة، تمريرات 11 بنسبة نجاح 73%، خسر الكرة 8 مرات، التحامات الهوائية 5، كسب منهم 3، تقييم عمر في المباراة 6.4 درجة، وفولفسبورغ حاليا بيحتل المركز السادس في البوندسليغا برصيد 49 نقطة، وفي المباراة اللي جاية هيواجه فرايبورغ في الدوري. السعودية طارق حامد وأحمد حجازي اتحاد جدة السعودي، فريق بينافس على البطولة بكل قوة في ظل الحقيقة، يعني أنا أعتقد أنه الدوري السعودي مع وجود رونالدو اختلف، صحيح مستوى المحترفين هناك كان كبير جدا، لكن وجود رونالدو سلط الضوء على المنافسة سواء النصر أو الهلال أو الاتحاد، لكن أحمد حجازي بيقود الحقيقة مسيرة الاتحاد بشكل أكثر من رائع. شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي تعادل فيها الاتحاد مع الهلال بنتيجة 2-2، وكانت مدة مشاركته 90 دقيقة، أفسد للمنافس 6 هجمات، التحاماته الأرضية 3 كسب منهم 2، الهوائية 5 كسب منهم 4، تمريراته 24 تمريرة بنسبة دقة 75%، والتمريرات الطولية 9 بنسبة نجاح أو نجح في 4 منهم، محاولاته على المرمى كانت مرة وحيدة، وتقييمه في المباراة 6.7 درجة. طبعا طارق حامد مصاب، مصطفى محمد هنتكلم عليه كلام كتير لانه طبعا كان في كلام بعد مشكلته الاخيره مع فريق نونت، هكلمكم على المشكله واحترم الحقيقه موقف مصطفى محمد وكتير هيشاركوني في الراي ده، لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل بعده حلقه السادسه النهارده. طيب نقف مع الكره في المانيا او الانديه الالمانيه والدوري الالماني تحديدا، لانه باختصار شديد جدا ودي حقيقه، يعني ده مش وجهه نظر، دي حقيقه بتقول انه الدوري الالماني هو صاحب اكثر الدوريات الاوروبيه نجاحا في انتداب لاعبين مصريين. اكثر تجارب ناجحه للاعبي الكره في مصر على مدار التاريخ الاحتراف كانت في المانيا، عندنا اسماء كتير جدا تالقت مع انديه كتيره جدا في المانيا، هاني رمزي، سمير كمونه، ياسر رضوان، محمد عماره، محمد زيدان، وغيرهم من اللاعبين لو كنت نسيت حد يعني. وحاليا طبعا النجم المصري الوحيد في الدوري المحترف في الدوري الالماني عمر مرموش هو من يحمل لواء اللاعبين المصريين. مرموش زي ما قلت لحضراتكم بعد انتهاء الموسم هيسيب فريقه الحالي فولفسبورغ وينتقل بالفعل بعد ما وقع عقوده على الانتقال لاينتراخت فرانكفورت. معانا واحد من نجوم بروسيا دورتموند السابقين ونجم طبعا سابق في منتخب المانيا، وحاليا هو المدير الرياضي لنادي فرانكفورت، وكان عضو أو سابقا كان عضو كان مدير رياضي لنادي فرانكفورت وعضو في رابطة الدوري الألماني. فريدي بوبيتش نجم الكرة الألمانية هو ضيفنا في السادسة من خلال طبعا الفيديو كونفرنس. جيل كان جيل ذهبي الحقيقة لبروسيا دورتموند، طول عمر بروسيا دورتموند الحقيقة فريق كبير ومدرسة كروية ليها بصمة خاصة جدا، وقدمت للعالم كله مش بس للدوريات للدوري الألماني ولا حتى للأندية الأوروبية
اهم الاسماء والنجوم، خلينا نرحب بيه ونستقبله. بشكرك طبعا على مشاركتك معنا في السادسه، واهلا بيك في قناه النادي الاهلي. يا هلو، شنو كريزنا، تحياتي لكم، تحياتي لمصر، وسعيد جدا بوجودي معكم. فريدي بوبتش، خليني الاول اسالك على بروسيا دورتموند، بما انك انت كنت واحد من نجومه، وعد معايا الاسماء دي، نجوم كتير جدا قدمها بروسيا دورتموند لاهم الانديه في اوروبا، روبرت ليفاندوفسكي لبايرن ميونخ، جوندوجان، عثمان ديمبلي، وغيرهم وغيرهم كتير من الاسماء والنجوم الحقيقه اللي كان، لو طبعا هالاند، ايرلينج هالاند النجم اللي انتقل لمانشستر سيتي، وغيرها من الاسماء اللي كان لو كان بروسيا دورتموند حافظ عليها كان استطاع انه مش بس يحقق لقب البوندز ليجا لكن يحقق لقب الشامبيونز ليج. ايه السبب في تفريط بروسيا دورتموند في نجومه؟ نعم، بروسيا دورتموند هو فريق يعمل على تطوير اللاعبين. على سبيل المثال ديمبلي لم يكن معروف للجميع، سانشو على سبيل المثال، لاعبين كثيرا الآن هم من التوب في العالم في أوروبا، روبرت ليفاندوسكي على سبيل المثال، هم عملوا على استقطاب هذه اللاعبين عندما كانوا صغار في السن، وعملوا على تطويرهم واستثمروا كثيرا من الأموال ومن الجهود ومن الأموال، وانتقلوا إلى برشلونة ومان سيتي على سبيل المثال دوندوجان، ولاعبين كثيرا انطلقوا في أوروبا وانطلقوا إلى الفرق الكبرى في أوروبا. وهذا هو الغرض، هذا هو الهدف الأساسي من بروسيا دورتموند، يعمل على كسب أموال كثيرة من خلف هؤلاء اللاعبين، ويستثمر كثير من الأموال، ويعلم كثيرا أنه يكسب أيضا أموالا كثيرة. نعم، هو لم يركز على بطولات كثيرة مثل الشامبيونز ليج، ولكن من أهم أهدافه هو استقطاب أموال أيضا كثيرة. طيب، خليني أكلمك على تقييمك لتجربة النجم المصري عمر مرموش في الدوري الألماني. هو ما زال يلعب في صفوف فولفسبورغ، ولكن طبعا أنت تعلم وأنت كنت مدير رياضي لنادي أينتراخت فرانكفورت أنه مضى، أوقع على عقود انتقاله بداية من الموسم المقبل لنادي فرانكفورت. رأيك في تجربة عمر مرموش، وإيه المميز اللي دفع إدارة أينتراخت فرانكفورت للتوقيع مع النجم المصري؟ نعم، أتفق معك، هم يحتاجون عمر مرموش في هذا المركز، لأن هذا المركز مهم جدا لأينتراخت فرانكفورت، وهم في حاجة شديدة للاعب متميز مثل عمر مرموش. أعتقد عمر مرموش ظهر بشكل رائع وقوي مع فولفسبورغ في الآونة الأخيرة، وأعتقد من ناحية المالية هو لم يكلفهم الكثير من الأموال من وجهة نظري، وهو لاعب صغير في السن ولاعب مهم جدا ويمتلك موهبة رائعة وقدرات رائعة، وأعتقد هو مناسب تماما لسيستم أينتراخت فرانكفورت. كما نعلم أن أينتراخت فرانكفورت فاز بالأوروبا ليج للعام الماضي وكان ينافس بقوة أيضا، وأعتقد أنه فريق يمتاز بذلك ويريد المنافسة أيضا أوروبيا. اللي تتوقع أو تتوقع أنت بشكل شخصي في تجربة أينتراخت فرانكفورت مع عمر مرموش، وهل تتوقع أنه عنده القدرة على تطوير مستواه بحيث يسمح له ده باللعب لأحد كبار الأندية في ألمانيا، أو حتى الانتقال خارج الدوري الألماني لدوريات أخرى في أوروبا؟ نعم، أعتقد هو لم يكن مستعدا أو في هذا الوقت للعب في دوريات أخرى على سبيل المثال الدوري الإنجليزي. أعتقد هو يحتاج على العمل على تطوير نفسه، تطوير عقليته، تطوير شكله من ناحية البدنية ومن ناحية الفنية أكثر وأكثر، لابد من أن يبدع أكثر وأكثر. أعتقد من نظري لم يكن مستواه مستقر من وقت للآخر، هناك بعض الزبزبة في مستواه الفني، وأعتقد أن عمر مرموش يستطيع أن يطور نفسه من وجهة نظري. أعتقد أن المدرب الحالي لأينتراخت فرانكفورت يستطيع أن يعمل معه بشكل شخصي وبشكل قريب لتطوير عمر مرموش، وهذا هو التطور للمرحلة والخطوة القادمة. في بداية كلامي في حواري معاك كنت بتكلم على أنه الدوري الألماني هو يمكن أكثر دوري في أوروبا شهد تجارب ناجحة امتدت لمواسم كتير مع عدد كبير من اللاعبين المصريين. هو أكثر دوري لعب فيه لاعبين مصريين في هو الدوري الألماني.
واعتقد ان يمكن وانت بتلعب اكيد واجهت لاعبين مصريين، ما اعرفش ده حصل ولا لا، لكن في عدد كبير من الاسماء اللي كانوا الحقيقه اصحاب بصمه مميزه. ليه قل عدد اللعيبه المصريه مقارنه بلاعبي شمال افريقيا وافريقيا في البونز ليجا؟ وجهه نظرك. نعم هذا جنون. أعتقد أن لابد على البوندسليغا والأندية الألمانية النظر إلى اللاعبين المصريين. نعم أنا أعتقد أنهم لاعبين جيدين من الناحية الفنية ويمتازون أيضا بالتطبيع السريع وبالتداخل السريع مع العقلية الألمانية وعقلية الأندية. يعني نعلم كلوب أيضا واحد من المدربين العظماء الألمان. نعم أعلم أعرف هاني رمزي، وأعتقد أنه من اللاعبين الأقوياء. كان في وقتي عندما كنت لاعب أيضا وواجهت هاني رمزي وأعرفه جيدا، وهو من أحد اللاعبين الأقوياء المصريين العظماء أيضا من وجهة نظري. نعم هؤلاء اللاعبون المصريين يستطيعون التكيف بسرعة في البوندسليغا. أتفق معك، لابد على البوندسليغا وأندية البوندسليغا النظر مرة أخرى. نعم نعرف محمد صلاح من أهم اللاعبين في العالم ولاعب مصري، ولابد من البوندسليغا من إعادة النظر. موسم قارب على الانتهاء، خرجت منه الكرة الألمانية خالية الوفاض. لا المنتخب الألماني قدر يحقق المتوقع منه في بطولة كأس العالم وخرج من الأدوار التمهيدية أو دور المجموعات، ولا الأندية الألمانية قدرت تواصل مشوارها، وخصوصا طبعا بايرن ميونخ البطل المرشح دائما للمنافسة على لقب الشامبيونز ليج. إيه سبب التراجع، وهل تعاني الكرة الألمانية في الوقت الحالي، وهل نتائج الموسم ده دليل بيأكد على معاناة الكرة كرة القدم في ألمانيا؟ بخصوص المنتخب الألماني، نعم في نهايات كأس العالم الماضي وآخر بطولتين لم يظهر المنتخب الألماني بشكل رائع للأسف. أتفق معك، أعتقد هناك أندية أخرى استطاعوا أن يمتازوا ويتفوقوا على المنتخب الألماني. أعتقد على لاعبتنا لابد من تطوير نفسهم والوقوف مع نفسهم مرة أخرى. للعلم أنت تلعب للمنتخب الألماني فلابد أن تطور نفسك، وتعلم ذلك جيدا. منتخب الألماني هو منتخب البطولات، وبخصوص أو بالنسبة للفرق الألمانية، نعم على سبيل المثال أنتراخت فرانكفورت العام الماضي هو بطل الأوروبا ليج، هذا العام لم يوفق. على سبيل المثال بايرن ميونخ للأسف في بعد دور المجموعات كان يظهر بشكل جيد ولكن خرج أمام المان سيتي. ليفركوزن كما نعلم سوف يلعب أمام روما في الدوري الأوروبي، أعلم أنه خسر المباراة الأولى أمام روما 1-0، وعندهم مباراة مهمة جدا، مباراة العودة أمام روما. أنا أعتقد مع فرص باير ليفركوزن قد تكون هي الأفضل ما بين الفرق الألمانية لهذا العام. من الثلاث أسماء دول، مين هي من وجهة نظرك موهبة ألمانيا القادمة أو قائد منتخب ألمانيا القادم؟ جمال موسيالا ولا ليروي ساني ولا جنابري؟ عشق موسيالا، هو لاعب طبعا صغير في السن، لاعب من الناحية الفنية لاعب رائع قوي جدا. نعم لا يستطيع الإنسان أرى أن جمال موسيالا يشكل خطر كبير جدا على كل الخصم الذي يواجهه. أنا أعشق هذا اللاعب جمال موسيالا. جود بيلينغهام نجم طبعا بروسيا دورتموند الحالي، والكلام كتير عن رغبة عدد من أندية أوروبا من أكبر أندية أوروبا في التعاقد معه. هل يفرط بروسيا دورتموند في جود بيلينغهام في الموسم القادم، وإيه هي الوجهة اللي أنت تفضلها أو تفضلها لانتقال بيلينغهام في الموسم اللي جاي؟ بيلينغهام هو لاعب استثنائي، نعم في عمره يعتبر من أهم اللاعبين، لاعب فعلا متعدد المواهب والأدوار، وأعتقد هو يمتاز على لاعبين كثير. أيضا أعتقد أن بروسيا دورتموند أعتقد وأتمنى ذلك أن يحافظ بروسيا دورتموند على هذا اللاعب على الأقل لموسم إضافي، موسم جديد. أعلم أنا أعرف بروسيا دورتموند يعمل على ذلك من أجل رفع القيمة السوقية
وقيمه تسويقيه لبلينغهام من اجل بيعه بشكل افضل من اجل الحصول على ترانسفير قوي باموال رائعه عاليه لبلينغهام. محليا وكلام على البونز ليجا، مين النادي الاقرب لتحقيق اللقب من وجهه فير نظر از دي فافوري؟ أنا متأكد أن بايرن ميونخ سوف أو لا يترك هذه الفرصة. أعتقد هو سوف يفوز باللقب. نعلم أن هناك فرق نقطة واحد عن بروسيا دورتموند. أنا أتمنى، أنا شخصيا أعشق بروسيا دورتموند وأتمنى بروسيا دورتموند أن يحصل على اللقب لهذا العام، ولكن المنافسة قوية لهذا العام. بروسيا دورتموند يشكل خطورة كبيرة على بايرن ميونخ في كمنافسة. أنا تمنياتي وأعتقد من وجهة نظري أن بروسيا دورتموند أن بايرن ميونخ هو سيفوز. بمناسبة الكلام على المنافسة في الدوري الألماني، هل تعتقد أنه وده مش بس يأثر يمكن في البونز ليجا، لكن بيتهيألي كمان أثر في فرص البايرن في تشامبيونز ليج، خروجه للتشامبيونز ليج؟ هل أخطأت إدارة البايرن بإنهاء التعاقد مع ناجلزمان وتعيين توماس توخيل في منتصف الموسم وفي مرحلة كانت دقيقة جدا أو صعبة جدا من عمر المسابقة، سواء في الدوري المحلي أو في دوري أبطال أوروبا؟ بكل تأكيد هذا الوقت لم يكن وقت رائع، لهذا وقت خطأ من وجهة نظري، هذا خطأ كبير، لأن لم يكن التوقيت المناسب لاستقطاب مدرب جديد في هذا الوقت. توخيل هو مدرب رائع وكبير، ولكن هذا توقيت خاطئ من وجهة نظري. ناجلسمان هو مدرب أيضا قوي، وعندما قارنه بتوخيل، توخيل أيضا مدرب عظيم وكبير، ولكن أخطأت الإدارة من وجهة نظري. أعتقد هناك 50% يرون أنه أمر أوكي إيجابي، و 50% من الألمان يرون العكس، وأنا لا أتفق مع ذلك، لا أتفق مع الإدارة لأنه توقيت غير مناسب. مين هو أفضل مدرب ألماني موجود على الساحة النهاردة؟ يورجن كلوب. تتمنى أنه يستمر مع ليفربول، ولا بترى أنه عليه الرحيل بعد الإخفاق مع الليفر الموسم الحالي؟ نعم، أعتقد هو عنده فرصة، ما زال أمامه فرصة للالتحاق بالشامبيونز ليج. أعتقد هناك مباريتين بعد النقاط، أتمنى يعني الاستمرار مع ليفربول، أتمنى ذلك أن يظل مع ليفربول. ده طبيعي أن هناك بعض الإخفاقات قد تحدث، يورجن كلوب يستطيع العودة مرة أخرى بقوة، وأتمنى أن يدرب المنتخب الألماني في يوم من الأيام. يوم 10/6 الأنظار كلها هتتوجه لإسطنبول لمتابعة الدور النهائي أو المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. الإنتر هيكون حاضر النهاردة، السيتي في مواجهة الريال، من ترشح ليكون طرف مع الإنتر في المباراة النهائية؟ فرقتين أقوياء جدا، ريال مدريد فريق قوي سوبر، مان سيتي توب أيضا، فرقتين سوبر من وجهة نظري، أقوياء رائعين من ناحية الشخصية، من ناحية الفنية، من ناحية كل شيء. أعتقد أن الفرقتين بالنسبة لي عادي، ما ليس لم يهمني من يفوز، سواء من سيتي أو ريال مدريد، فرقتين أقويتين. ولكن أريد أن أقول لك شيء، من سيفوز اليوم هو من سيفوز بالشامبيونز ليج. كيف تابعتم في ألمانيا عموما وفريدي بوبيتش بشكل خاص، كيف تابعتم تألق إيرلينغ هالاند، وهل ده كان متوقع بعد انتقاله من دورتموند للمان سيتي، وإزاي شفت أداءه ومستواه مع مانشستر سيتي؟ نعم، أنا هو بوي، هو ولد رائع من وجهة نظري، هو لاعب قوي خارق، يشم الأهداف من أنفه، هو يعلم أيضا كيف ومن أين يحرز أهداف، لاعب رائع، هو هدفه هو إحراز أهداف أهداف أهداف، هو مهاجم قوي جدا. وجوده مع مان سيتي فريق كلاسيكي، فريق عالي، فهو يساعده أيضا من أجل إحراز أهداف كثيرة وتحطيم أرقام كبيرة.
هناك مشكلة مشكلته مع منتخبه طبعا للأسف لم يظهر بالشكل أنا مع أنا دي. أنا بعتقد طبعا أن كل عشاق السيتي مستمتعين بالمستوى اللي ظهر بيه إيرلينج هالاند، لكن يمكن أكتر جمهور بيعاني أو بيتألم النهاردة مع بسبب التألق ده هو جمهور بروسيا دورتموند اللي دايما بيشوف نجومه بيتألقوا وبيحققوا إنجازات كبيرة جدا بعد ما بيتركوا فريقهم. الحقيقة واحد من افضل جماهير على جماهير الكره طبعا على مستوى العالم هو جمهور بروسيا دورتموند. فريدي بوبيتش، كان شرف ليا انك تكون موجود معايا، بشكرك على مشاركتك وبشكرك على وقتك، كنت سعيد بوجودك معايا في السادسه، شكرا ليك. شكرا جزيلا وهذا اسعدني ايضا، شكرا لكم. ده طبعا نجم الكره الالمانيه ونجم المنتخب المانيا وبروسيا دورتموند فريدي بوبيتش، اتكلمنا معاه عن الملف الاهم اللي يهمنا ويخصنا طبعا انتقال عمر مرموش، اللي اتمنى الحقيقه ان انتقاله لاينتراخت فرانكفورت وهو صاحب مشوار طويل وناجح في الدوري الالماني بالتاكيد يكون بدايه انطلاقه جديده، لانه يستحق الحقيقه باصراره وبمجهوده وبموهبته اللي ما حدش يختلف عليها، بقى واحد من اهم العناصر الاساسيه لمنتخب مصر في الفتره الاخيره، انه يكون في واحد من الفرق الكبيره سواء في البوندسليغا او خارج الدوري الالماني في واحد من الدوريات الكبيره في اوروبا. خلينا نروح لفاصل، نرجع نفرد ورقنا وملفاتنا عن المواجهه المنتظره طبعا بين الاهلي والترجي، وايضا طبعا مواجهه الليله الحاسمه كلاش العظماء زي ما بيقولوا، مباراه زي ما قال فريدي بوبيتش تليق بانها تكون المباراه النهائيه، وانه اللي هيفوز النهارده او هيتجاوز عقبه المباراه النهارده هو الاقرب لتحقيق لقب دوري الابطال السيتي في مواجهه الريال. كل التفاصيل في السادسه بعد الفاصل. لو كانت الكرة من العدالة والإنصاف كانت سيتي يستحق التتويج بالتشامبيونز ليج الموسم اللي فات والموسم اللي قبل اللي فات، اللي خسر فيه قدام تشيلسي واللي خرج فيه قدام ريال مدريد، لكن الكرة مش دايما عادلة أو منصفة زي ما كانتش بالظبط مع الأهلي في الموسم الأخير، لأنه لو كانت من العدالة والإنصاف كنا النهاردة بنتكلم على رابع بطولة على التوالي ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله حاسس ان دي البطوله ال11 وكنا فزنا ببطوله الدوري الابطال الموسم اللي فات. لكن على كل الاحوال انا متاكد النهارده مع بدايه وانطلاقه صفاره بدايه المباراه انه يعني اغلب جماهير ريال مدريد ركابها هتبقى بتخبط في بعض وتقول ربنا يستر من مواجهه النهارده، وفي رايي وفي ظني انه السيتي يستحق مش بس تجاوز الريال لكن يستحق كمان الفوز باللقب البطوله. لكن اللي شفناه من الانتر الحقيقه في المواجهتين مع الميلان بيقولوا انه مش هيكون بالخصم السهل على الاطلاق. انا فرحت للكره الايطاليه، فرحت ان انا بشوف الميلان والانتر مره ثانيه في ادوار متقدمه. الفرقتين دول انا متاكد ان في اجيال كتير جدا ما شافتهمش وما تعرفهمش على مستوى دوري الابطال، لكن الفرقتين دول فرقتين يعني من عمالقه الكره الاوروبيه وقدموا للكره في اوروبا ولعب فيهم اهم نجوم العالم. يعني في الانتر رونالدو، ادريانو، زامورانو الرهيب، خوان سيباستيان فيرون، خافيير زانيتي. في الميلان عندك اساطير بقى، تشيفر رهيب، نيستا، مالديني، امبروزيني، مش عايز يعني ممكن اقعد، كلارنس سيدورف وغيرهم وغيرهم من نجوم، كاكا طبعا لما كان في عزه قبل ما يروح الريال، اهم نجوم العالم في الكره الارضيه كانوا بيروحوا دايما على الانديه الايطاليه، وكانت الانديه الايطاليه مسيطره بشكل كبير على دوري الابطال. على كل الاحوال احنا في انتظار 10/6 وهنشوف مين النهارده هيتاهل من السيتي والريال في مواجهه الانتر. خلوني ارحب بضيوفي في السادسه المدريديستا بلال محسن واحمد مصطفى. مساء الخير واهلا وسهلا بيكم، ازيك يا بلال؟ مساء النور طبعا، ازي حضرتك يا استاذ احمد واهلا بحضرتك، ويعني ايه ساعات قبل الموقعه بقى ان شاء الله. ويعني هنقول ايه ان شاء الله باذن الله هتبقى مباراه يعني الناس كلها مستنياها النهارده نهائي نهائي. ما هو الاس يمكن لو حضرتك استعرضت الصحف العالميه الاس قالت نهائي قبل النهائي ففعلا النهارده مباراه كبيره جدا جدا، خاصه بعد الغاء قاعده الهدف خارج الارض بهدفين فاصبح كل فريق مطالب بالفوز النهارده لانك بتبدا من نقطه الصفر، فان شاء الله تكون مباراه في الموعد ويكون الريال زي ما عودنا في ليالي الابطال لا مثيل للريال. ابو حميد مساء الكل. مساء النور يا احمد، دايما مبسوطين احنا معاك، بس يعني انت اتكلمت عن العدل والظلم للسيتي، بس عايز اقول لك حاجه. طب افرض السيتي مثلا ده احتمال كبير، يعني مش عايز اقول لك احتمال مش كبير قوي، واحد نقطه تنكر انه السيتي لما خسر قدام تشيلسي كان الطرف الافضل وكان واحد من افضل فرق العالم. لا بس هنا نلوم جوارديولا هو اللي الف. تمام، بس يعني تمام. انا بقول العدل والانصاف. العدل جميل بس لو هي لو الكوره، ودي واحده من متعه كره القدم، يعني في الرياضات الثانيه معظم النتائج تقريبا بتبقى شبه متوقعه واقرب لانها ما تستقبلش مفاجآت، لكن في كره القدم كل شيء وارد. وكاس العالم اثبت لنا حاجه، ان النهائيات او التاريخ بيقول النهائيات تلعب تكسب ولا تلعب. فيعني الريال بتراهن على دي طبعا بتراهن على دي. يعني السيتي طول عمره كورته جميله وممتع،
واغلب مبارياته مع ايا كان المنافس هو دايما بيبقى مستحوذ على الكره طبعا. دي طريقه لعب جوارديولا. لكن لو الريال كسب ما اعتقدش هيبقى ظلم. صحيح. لكن خلينا برضو نقول انه تجربه السيتي تجربه ملهمه جدا، وهنا مهم لانه في ناس كتير بتعتقد انه وجود السطوه الماليه او القوه الماليه لاي نادي كفيله بانها تحطه في صداره المشهد او في على منصات التتويج، يعني سواء ده بيحصل محليا او بيحصل عالميا، لكن الحقيقه غير كده. وخليني ابتدي معاكم، تعالوا نشوف كده ونتابع النتائج الماليه لفريق زي بي اس جي. الكل توقع انه هياكل الاخضر واليابس. اداره البي اس جي باريس سان جيرمان حطت كل امكانياتها واستقطبت وانتدبت اهم الاسماء في كل المراكز، لحد انه الناس بقت تطلق على فريق بي اس جي انه منتخب العالم، ومع ذلك فشل في التتويج باي لقب باستثناء طبعا سيطرته على الكره في فرنسا، لكن على مستوى الكره الاوروبيه لم يظهر حتى في مباراه نهائي من نهائيات دوري الابطال. ايه بقى القصه ماليا؟ تعالوا نشوف النتائج الماليه للبي اس جي ونرجع نبدا كلامنا. انت بتتكلم تقريبا على ميزانيه دوله صغيره، ومع ذلك على مستوى النتائج ما كانش ليها اي مردود. وده اكد على نقطه اساسيه ورئيسيه هنناقشها مع بلال ومع احمد، هي فكره انه صحيح عنصر المال او القوى الماليه بقت واحده من اهم عناصر نجاح على مستوى الرياضه في العالم وكره القدم بشكل خاص، لكنها وحدها لا تكفي، وانه حسن الاداره ياتي في المقام الاول من حيث الاهميه ومن حيث الترتيب ومن حيث التاثير. شفنا تجربه بي اس جي، وشفنا في المقابل مثلا تجربه زي تجربه المان سيتي، الاثنين اتوفرت لهم نفس العناصر، لكن على مستوى المردود اعتقد انه تجربه السيتي كان اكثر نجاحا. عشان اديكم فرصه للتعليق هنعمل مقارنه ماليه بين ماتش النهارده بين السيتي وبين الريال، نشوف الارقام وارجع اسمع تعليقكم. ريال مدريد ومان سيتي على مستوى الايرادات 722 مليون يورو، ريال مدريد 613 مليون استرليني، مانشستر سيتي الارباح 13 مليون يورو بعد الانفاق اوجه الانفاق، يعني 13 مليون يورو، 41 مليون استرليني للمان سيتي. فاتوره الاجور في الريال بلغت 477 مليون يورو، في السيتي بلغت 353 مليون يورو. فيما يتعلق براتب المدير الفني، انشيلوتي بيتقاضى 11 مليون يورو، بيب جوارديولا بيتقاضى الضعف تقريبا او اكثر من الضعف ب 22 مليون يورو تقريبا ونص. في اللاعبين، اغلى لاعب في قائمه ريال مدريد هو فينيسيوس جونيور ب 120 مليون يورو، اما في مانشستر سيتي فايرلينج هالاند هو الاغلى ب 170 مليون يورو. القيمه التسويقيه للريال 860 مليون يورو، مليار و5 مليون يورو او مليار و50 مليون يورو للمان سيتي. النفقات الخاصه بالانتدابات التعاقدات يعني 80 مليون يورو ريال، 150 مليون يورو السيتي، وارباح سوق الانتقالات بلغت في ريال 12 مليون يورو بيع بعد بيع وشراء اللاعبين، وفي السيتي بلغت 11 مليون يورو. مدرستين الى حد كبير مختلفتين ولكنهم متقاربتين من حيث النتائج. يعني يمكن زي ما حضرتك اتكلمت عن الاداره، اداره مان سيتي غيرت كتير جدا من افكارها عما بدات الملاك الاماراتيين لما تولوا زمام الامور في النادي الانجليزي. كانت القوه الشرائيه متشابهه لحد كبير مع اللي بيحصل دلوقتي في باريس سان جيرمان. يعني يمكن باريس سان جيرمان احنا ما ننكرش او نختلف على انهم عندهم قوه شرائيه كبيره جدا، يعني طبعا. لو عايزين يتعاقدوا بيستهدفوا اي نجم بيتعاقدوا معاه، طبعا تعاقدوا مع كيليان امبابي في وقت ما كان الانديه الانجليزيه لسه
كان كيليان امبابي في اوج توهجه في موناكو، استهدفوه وتعاقدوا معاه على طول وامنوا صفقه للمستقبل. تعاقدوا مع نيمار من برشلونه، تعاقدوا مع ليونيل ميسي، سيرجيو راموس كان قبلهم دي ماريا، يعني عندهم قوه شرائيه كبيره جدا. ولكن حكيمي، فيراتي، باريدس بالظبط، دوناروما، يعني عندهم على مستوى القوه الشرائيه هم مميزين جدا، والقوه دي بتساعدهم في انتداب واستقدام النجوم الكبيره والاسماء الكبيره. ولكن على مستوى اداره النجوم او توظيف النجوم وتحقيق متطلبات او التارجت اللي بيبقى مطالب به النادي على مستوى البطولات الكبيره، لا هو حتى الان باريس سان جيرمان غير مقنع تماما، بدليل زي ما حضرتك قلت هم لم يتمكنوا حتى الان من، حتى في الموسم اللي وصلوا فيه لنهائي تشامبيونز ليج ما قدموش المردود او ما كانوش على مستوى الحدث. وبدليل حتى بعد امتلاكهم ليونيل ميسي، هم يعني وقت ما تعاقدوا معاه وتعاقب المديرين الفنيين الكتير جدا على الاداره الفنيه لباريس سان جيرمان، كل دوت ما مكنهمش. نروح من باريس سان جيرمان والاداره الرياضيه، طبعا واحنا فاكرين وقت تولي ليوناردو كان مدير رياضي في باريس سان جيرمان وما حققش المطلوب ومشي، وتم تغيير منصب المدير الرياضي اكتر من مره، على العكس تماما منصب مدير رياضي ومنصب مدير فني بالظبط. يعني توفد عليهم بوتشينيو وتوخيل وامري جابوا مجموعه كبيره جدا، ومع ذلك حتى هم راحوا للاسماء المغموره شويه، جابوا مدرب من الدوري الفرنسي حتى جلتيل. عشان علشان يعني يتخلصوا من عقده الاسماء الكبيره في الاداره الفنيه، ومع ذلك برضو نفس النتائج هي. في المقابل مان سيتي لا، غير الفكر تماما، بدا يبص على الاحتياجات الفنيه اكتر، بدا فكر جوارديولا يتوافق شويه مع فكر اداره النادي، لان جوارديولا كان عنده هوس برضو التعاقد مع النجوم والرواتب العاليه والكلام ده كله، ولكن جوارديولا لا، اختلف معاك هنا، لا يعني 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 جوارديولا في السيتي، في السيتي مين يعني باستثناء كيفن دي بروين وجريتش وخلي بالك كيفن دي بروين يعني لمع نجمه في السيتي، في السيتي صح، يعني هو بقى سوبر ستار، كان جوارديولا سبب بس هو بقى سوبر ستار، يعني جوارديولا ما جابهوش سوبر ستار، لكن هو النهارده بقى اهم لعيب خط نص في العالم، ولكن هو في السيتي الارقام اللي كان بياتي، يعني روبن دياز مثلا وجيرينتش كان مكلف النادي، انت كنت تعرف روبن دياز قبل ما يجي السيتي؟ لا هو كان لا ما كانش سوبر ستار، بس كان مميز جدا، يعني الوحيد اللي تقدر تقول عليه جه سوبر ستار او حتى يعني اعتقد برضو انه انفجر او توهج في السيتي هو هالاند، يعني كان الى حد ما الناس قالت لك مهاجم مميز ومشروع مهاجم لكن ما كانش حد حتى متوقع انه يكسر الدنيا كده. وطريقه لعب جوارديولا هي خدمه اغلب اللعيبه، فطبعا طبعا لمعت اغلب اللعيبه يعني، وده شفناه طبعا في وبعدين خد بالك بقى من نقطه مهمه جدا فيما يتعلق بالاداره، مع الانفاق العالي ده لكن واحد من اكثر الانديه تحقيقا للارباح، لما تغير بقى على مستوى يعني لما تغير السياسه حتى بالارقام الاخيره لا الموضوع اختلف، يعني احنا لو رجعنا ارقام السيتي في السنوات مثلا من 4 أو 5 سنين هتلاقي الارقام مختلفه تماما عن، وده نجاح يعني اداره السيتي قدرت بعد كل بعد حجم الانفاق الكبير جدا، يمكن هو ممكن جوارديولا ما بيستخدمش اسماء ليها نجوم وبيتم تنجمها معاه وبعد ما بتلعب تحت قيادته، ولكن انا بتكلم عن مستوى عن الارقام اللي بتيجي بيها الصفقات، لا ارقام كبيره جدا، يعني جرينتش جايب بحوالي مكلف النادي حوالي 130 مليون في لاعب جاي من استون فيلا في الدوري، فده رقم كبير جدا، لاعب محلي بيجي للمان سيتي بالرقم دوت، ايرلينج هالاند، روبن دياز، رودري. هل هنا ممكن يتخذ منطق فكره انه ما دام بكسب ايه المانع، يعني فكره انه ايه انا في النهايه انت بتديني بادجت كاداره نادي استخدمها في ان انا استقطب لاعبين، اجيب بيها لاعب واحد، اجيب بيها 3 لاعبين، دي حاجه ترجع لي انا كمدير فني، وفي النهايه انت ليك ان البادجت بتاع سوق الانتقالات تبقى بلس مش ماين، يعني تبقى بالموجب مش بالسالب في ميزانيه الشركه، وفي نفس الوقت يبقى في مردود فني للصفقات دي، ما تنساش ان هو جاب هالاند بقى تخلى عن الموسم اللي قبل فات الثاني، تخلى عن خصوص زينتشانكو في نص بالزبط. الموسم كانسيلو راح بايرن ميونخ بالزبط. فبالتالي في النهايه انا ممكن اكون بصرف كتير لكن في نفس الوقت ببيع اكتر. انا شايف ان يعني جوارديولا كان سبب كبير الصراحه في ان هو يطور اغلب اللعيبه، وهو دايما عنده الميزه دي، يعني هو دايما العين اللي بتاعته طبعا عنده الميزه ديت مهمه جدا، وبعد كده بنرجع نقول لا اللعيب ده القيمه التسويقيه بتاعته كبيره جدا. هو جوارديولا عنده القوه في ان هو من كتر ما الانديه بتبقى واثقه فيه جدا او الرؤساء الانديه بيبقوا واثقين فيه جدا بيدوله القوه الشرائيه اللي هو عايزها، وهو دي يعني جوارديولا اعتقد ما يقدرش يشتغل في نادي غير بالامكانيات دي، يعني هو دايما عايز اللعيب اللي بيطلبه ايا كان، يعني هو يعني الناس كلها استغربت في القيمه التسويقيه بتاعت جريتش برده رقم كبير جدا اتدفع فيه فهو لا وصمم عليه، وعلى فكره ناس كده ممكن تنتقد ان هو يقول لك ما يستاهلش الرقم ده، لكن هو بالعكس هو مقتنع بيه جدا وبيلعبه في ماتشات كبيره جدا وماتشات مهمه، فهو دايما عنده الحته دي، هو انا بشوف ان هو من اذكى المديرين الفنيين، وهو يعني الخطه اللي هم عاملينها مانشستر سيتي جوارديولا ذكي جدا ومساعدهم فيها.
بالنسبه لريال مدريد طبعا. طيب بس اضيف بس حتى اخيره بالاضافه للنواحي الماليه انه مسيطر على الكره طبعا الانجليزيه. طبعا يعني طبعا بتكلم على سيتي النهارده بدون منازع. لا صحيح لا. ليفر بيظهر شويه تشيلسي يظهر ويختفي ليفربول مانشستر يعني ارسنال السنه دي ظاهر. لا لا لا. لكن في النهايه الكبير هو سيتي. سيتي بالنسبه للريال مدريد طبعا انا عايز اقول ان فالنتينو بيريز من اذكى رؤساء الانديه اللي موجودين في العالم. يشهد ليه واحد من افضل ادارات الانديه على مستوى العالم. جدا ذكي جدا والارباح اللي عملها دي انا بشوف انها نتيجه طبيعيه جدا. لا وفي تغيير رهيب في سياسه الريال. يعني الريال في سنه من السنين اعتقد كان شبه او اقرب لفكره بي اس جي النهارده. ده منور في برشلونه هاته ده منور في مش عارف ايه واخد من برشلونه فيجو واخد من اليوفي هو بالظبط فريق احلام واخد رونالدو وبيكهام جابه من مانشستر يونايتد يعني مانشستر هو بالظبط انما هو عنده الحته دي طبعا وشفناها في اخر حاجه عملها خالص ان هو جاب تشاوميني بمبلغ تقريبا ب 80 مليون يورو وباع مين باع كازيميرو خلاص حس ان هو خلاص مش هيديله يعني خلاص انه بدا يكبر بيبني فريق تاني كامافينجا بالظبط فدي قد ايه هو عنده حته الاداره دي مهمه جدا حتى الاستاد اللي عمله طبعا دي كل دي ارباح هو بيعملها وبرغم كده هو ما بيجيبش انتدابات كبيره جدا يعني هو بقى له فتره خلي بالك ثلاث سنين هتلاقيه جاب ثلاث اربع لعيبه ودي كانت جدا فدي ملفته جدا خلي بالك يعني اغلب تشيلسي بس البارسا السنه دي البرسا السنه دي لا هو كشر عنيبه برضو ما برشا بقاله سنين عمال يجيب في لعيبه خد بالك جيل كامل انتهى وما كانش فيه بداله دي حقيقه بديل جاهز يعني لا دي حقيقه طبعا انا عايز اتكلم بالنسبه يعني السيتي نشوف تشيلسي صرف السنه دي تقريبا اكبر الانديه اللي صرفت في سواء في الموسم الثلاث شتويه والموسم الثلاث صيفيه 600 مليون وي يعني رقم كبير جدا ورغم كده لا سقوط. لا سقوط غير مبرر يعني حتى غيروا ثلاث مدربين واعتقد هو اكبر خطا عملوه خالص هو رحيل كان توخيل في اول الموسم دي كانت بالنسبه لي من اكبر الاخطاء اللي عملوها خلاص هو اللي كان بادئ بالفريق وهو اللي كان جايب اللعيبه وانت صرفت واختار اللعيبه كلها انت مشيت وبدات خلاص طيب عايز عندي ماتشين مهمين جدا واحد النهارده وواحد يوم الجمعه تحبوا نبدا بايه نبدا بالنادي الاهلي يلا نبدا بالاهلي والترجي بعد طبعا الفوز المريح كبير فوز كبير طبعا على فريق كبير في ملعبه فرقه الترجي ازاي بتشوفوا اللقاء بتاع يوم الجمعه وخليني ابدا بانه الترجي انا عايز ابدا بالترجي قبل الاهلي الترجي في مهمه انتحاريه بعد كمان استقاله نبيل معلول ماذا يسعى الترجي لتحقيقه في مواجهه القاهره بلال يعني لو بدانا بالكلام عن الترجي طبعا بعد استقاله نبيل معلول تولى انيس البوسعيدي بالظبط زمام الامور في القياده الفنيه للترجي وكان رئيس النادي قال تصريحات امبارح ان هو بيثق في انيس البوسعيدي بان هو قادر يعبر بالترجي للمرحله الحاليه طبعا لحين التعاقد مع مدرب بالظبط يمكن الترجي بقى كان عندهم تجربه مشابهه مع معين الشعباني وقت ما كان برضو مدرب مساعد في الجهاز وبعدها بعد رحيل المدير الفني تولى معين الشعباني المسؤوليه وقدر في الموسم ده انه يفوز ببطوله افريقيا ودفع الحسن بالنسبه لجمهور الترجي وكمل بعدها معين الشعباني في منصب المدير الفني وقدر يفوز باللقب مره ثانيه طبعا فالترجي ما عندوش حاجه يخسرها جاي مش عايز يفتح خطوطه من بدايه المباراه على عشان ما يتكبدش هزيمه اكبر من اللي تكبدها على ملعبه متحفظ في رادس بالظبط هيتحفظ ولا متحفز لا متحفظ لا, لا لا هو ما عندوش حاجه يخسرها خد بالك انه ممكن يبقى مش جاي بيسعى للتاهل او ما بيفكرش في اولويه التاهل قد ما بيفكر في انه يرد اعتباره قدام جمهوره بالظبط انا لا يعني انا مؤمن ان الترجي التونسي جاي القاهره علشان يقدم عرض فني طيب يمحي بيه الصوره اللي كان عليها الفريق في ملعب رادس ويقول للجمهور ان مباراه العوده امام النادي الاهلي رغم الخروج هتكون بدايه لمرحله جديده بعد الخروج من بطوله افريقيا ولكن ان الفريق يجي هنا القاهره مؤمن بحظوظه لا مستحيل طبعا واقعيا احنا بنتكلم في كره القدم مفيش مستحيل ولكن انك تيجي تسجل على النادي الاهلي في الماتشات اللي زي دي اربع اهداف على ملعبه في الماتشات اللي زي دي في اتنين ريمونتادا تاريخيين ما بقدرش انساهم بي اس جي برشلونه برانس بعد كده كامب نو وليفربول برشلونه كامب نو انفيلد ماتشين ما كانش حد يعني لو في احتماليه انك تاخد تصويت في الكوكب كله ما اعتقدش ان في واحد كان يتوقع ان اي واحده من الريمونتادا دي تحصل بس خلينا نقول ان كانت العناصر اللازمه لتحقيق الريمونتادا متوفره هنا وهنا يعني في المباراتين ولكن انا شايف ان مع احترامنا الكامل انه البارسا ممكن يشيل اربعه في الانفيلد انا بعد كوره عثمان ديمبلي اللي اهدرها الانفراد هناك لو حضرتك تفتكر في اخر المباراه انا كنت بتفرج على المباراه وقلت تصور كده يعني طبعا هو مش حاجه عاديه ولكن جه في بالي قلت الا لو برشلونه
ندمت على الفرصه دي، ما اعرفش ليه كده وندموا سبحان الله عليها في مباراه العوده طبعا الشهيره. فانا عايز اقول لحضرتك ان عشان تعمل ريمونتادا لازم يكون العناصر اللي تساعدك على الريمونتادا متوفره. موجود. حاليا مش موجود في الترجي، في الترجي حاليا مش موجود. طبعا احنا لو اتكلمنا عن غيابات الترجي، غيلان الشعلالي طبعا، ورياض بن عياد، حمدو الهوني، معز بن شريفيه، والنادي الاهلي هيفقد طبعا محمد كريستو لسفره مع منتخب تونس. في المقابل الترجي برضه هيفقد اثنين كانوا شاركوا، زين الدين ساسي ومالك المهري، كان ده برضو كانوا نزلوا بدلاء في الشوط الثاني. الاثنين سافروا مع كريستو للارجنتين للمشاركه مع منتخب تونس في كاس العالم. المقدمه دي تخليني يا احمد افكر كمكان مستر كولر انه ان الاوان ان انا ادي اللي كان بعيد وان انا العب المباراه دي بمنتهى الجديه، لكن افكر فيها العبها بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي لعبت بيها هناك، اشارك اسماء اديها في مباراة مهمة زي مباراة قبل النهائي عشان تكون جاهزة معايا وتاخد ثقة في مباراة سهلة نسبيا يعني حسابيا يعني قبل ما اروح ان شاء الله باذن الله للنهائي، ادي القندوسي، ادي القفشة، ادي شريف من البداية، ولا العبها بمنتهى الجدية وكأن النتيجة في تونس كانت 0-0 وبالتالي العب المباراة كأني ببتدي من اول وجديد. انا شايف مستر كولر يعني اعتقد هو بيقسم كل مباراة لوحدها، هو هيلعب مباراه بجديه جدا، بس هو هيعتمد برضه على طريقه الروتيشن اللي هو بيعملها في اغلب المباريات. هيريح بعض اللعيبه لان هو محتاج بعض اللعيبه في النهائي طبعا، وشايف ضغط المباريات، فهو محتاج اللعيبه المهمه بالنسبه له. القائم الاساسي مش هيقدر يجي ناحيته، واحنا عارفين القائم الاساسي طبعا مين هو. هو بالنسبه له في قائم اساسي كده ما بيتحركش منه، عبد المنعم، بيرسي تاو، وكهربا، ومروان عطيه. اغلب اللعيبه ممكن يدخل القندوسي، ممكن يدخل قفشه، ممكن يدخل عمرو السوليه. اعتقد عمرو السوليه ممكن يبدا المباراه ديت لان هو محتاج يجهزه لان هو كان غايب بسبب الاصابه. فدي حاجات كلها طبعا بالرغم من المباراه ممكن تبقى سهله نسبيا، لكن برضو ما فيش حاجه مستحيل في كره القدم. فدي بالنسبه لنا بتقول ان وجود النادي الاهلي او مكسب النادي الاهلي عشان ياكد برضو انتصاره ووصوله للمباراه النهائيه ده مهم جدا، خاصه المباراه على ملعبنا قدام الجماهير، وخاصه ان انت المباريات اللي زي دي انت محتاج لازم تقتل المباراه. لان انت لو اديت مساحه لفريق الترجي التونسي ان هو يحرز هدف في اول ربع ساعه، انت ممكن تخليه يحلم بريمونتادا فعلا. فده في كره القدم والتاريخ بيقول كده ان كل شيء جايز، فاحنا لازم نقتل المباراه. ومستر كولر اعتقد انا بثق فيه جدا، يعني هو وصلنا حاطط السكر ان هو خلاص المباراه دي بالنسبه له هتبقى مباراه مهمه جدا، بالرغم ان انت ممكن تبقى شايف ان مباراه الذهاب خلاص انتهت وقتلت فريق الترجي، لكن اعتقد هو بيفصل تماما وبيقدر يخلق حاجه مهمه جدا، الحافز عند لعيبه النادي الاهلي. هو بخاف دايما من الماتشات اللي بتبقى الجمهور بيعتبرها سهله انه يبقى تفكيرك مطمن نهائي، لا يعني تبقى شاغل بالك احنا هنلعب الوداد ولا سان داونز، وهنلعب لو لعبنا سان داونز هنلعبهم ازاي، ولو لعبنا الوداد فحاله التشتيت دي ممكن تاثر، واكيد اكيد موجوده. طبعا احنا اكيد موجوده طبعا يعني لا انا اعتقد هنا دي انا بشوف ان مستر 90% من الجمهور عايز، انا متاكد من غير ما يعني 90% من الجمهور بيفكر احنا هنقابل مين في سان داونز ولا الوداد، خلاص. ويمكن عايزين يتابعوا المباراه بتاعه الوداد وسان داونز عشان يعرفوا الاهلي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني القطع هيكون يعني بيلعب مع مين في النهائي. مستر كولر برضو في ميزه ان هو بيتعامل نفسيا مع اللعيبه كويس جدا، فدي ممكن يقدر يخرج بقى اللعيبه. هنا بقى دي دور المدير الفني، هو اللعيبه غصب عنها زي ما انت قلت يا احمد ان هو اكيد بيفكروا هنلعب مين، سان داونز، الوداد، طب لو قابلنا سان داونز هنعمل ايه؟ منتهى الخطوره طبعا الموضوع ده. فهنا بقى المدير الفني ليه دور مهم جدا ان هو بيفصل اللعيبه عن الاجواء ديت وبيقول لهم يركزوا في المباراه طبعا اللي قدامنا، قدامنا 90 دقيقه ان شاء الله هنكسبها ونوصل المباراه النهائيه. وطبعا وده بيخلق الدوافع الكتيره جدا طبعا بان هو يبدا يلاعب واحد زي القندوسي، طبعا عنده دافع ان هو يلعب ويثبت وجوده وباين لجماهير الاهلي ان هو برده مكسب كبير، يبدا يلاعب لعيبه مثلا ممكن تبقى، اعتقد انه ممكن يريح 3-4 لعيبه على الاقل في المباراه دي، وجود عبد القادر ممكن نلاقيه في اول مباراه، ممكن نشوف قفشه، ممكن نشوف محمد شريف، لان انا شايف ان الدوافع ديت اللعيبه دي برده، ودي ميزه عملها مستر كولر من اول ما درب النادي الاهلي ان هو دايما بيخلي كل القوام موجود وجاهز. تمام. اخر 10 مباريات للاهلي، الاهلي تطور، انا بتكلم على مستوى الارقام مش فكره تقييم او وجهه نظر، انا بتكلم على مستوى الارقام، ارقام الاهلي ومعدلات ادائه اتطورت بشكل كبير جدا. الاهلي ما استقبلش سوى هدف وحيد، قوه هجوميه هو الاقوى او قوه الضربه على مستوى قاره افريقيا على مستوى الشامبيونز ليج، وصلابه دفاعيه بقت واضحه جدا لدرجه ان اخر 6 ماتشات انت شباكك ما استقبلتش حتى هدف وحيد. ازاي استغل ده؟ لانه ده جزء برضو، لانه يعني برضو زي ما احنا اتكلمنا عن الجمهور واللعيبه ممكن يكونوا شاغلين بالهم بمباراه نهائي، اكيد مستر كولر في حته من النهارده بيفكر فيها برضو في ازاي يستغل الماتشات اللي جايه في التحضير للمباراه النهائيه.
ففكره انك تحافظ على نفس الكيرف وفكره انك انت تقول او تستغل فرصه الترجي عشان تقول انا جاهز لاي من كان وداد كان سان داونز، وانه فتره الدروب اللي حصلت دي كانت استثناء مش حقيقه او مش قاعده، وان انا جاهز للمباراه النهائيه. اترجم ده ازاي في ماتش زي ماتش الترجي؟ يعني احنا كده اتفقنا ان احنا هندخل مباراه العوده بافضليه النتيجه، انت كسبان بره ملعبك 3-0 علشان تقدر او يقدر الفريق المنافس انه يقصيك خارج البطوله لا قدر الله، محتاج يسجل عليك هنا في ملعبك 4 أهداف، وده عمليا وفنيا صعب جدا. انما حسابيا وبلغه كره القدم مفيش مستحيل. تمام. ولكن مستر كولر هيحاول يحافظ على الشكل ونفس الريتم في المباراه عن طريق ايه؟ ان هو هيثبت اللعيبه اللي احنا قلنا عليها في الحلقه اللي فاتت، العمود الفقري. يمكن للاسف هنفتقد خدمات محمد الشناوي اللي اصيب، وطبعا هيبتعد اسبوعين بعدها. طبعا هو يمتد ايقاف الشناوي في الدوري، احنا عندنا 23 و26 و29 ثلاث مباريات في 9 أيام، ده برده لازم مستر كولر اكيد عامل حسابه لحاجه زي كده، لان انت بتتكلم في انه مباراه الذهاب ان شاء الله اذا ما تاهلنا هتبقى يوم 4، مباراه العوده يوم 11 بالزبط. من هنا لغايه هناك بنتكلم في 3 أسابيع تقريبا. بالظبط. انت عندك يعني بعد مباراه احنا عندنا بعد مباراه العوده عندنا ام بي جيش سيراميكا في 8 ايام تقريبا او في 9 ايام. فده كمان اكيد مستر كولر حاسب حسابات المباريات الدوري، لانه مش عايز يفقد او يروح للمباراه النهائيه وهو بالظبط. فهو مستر كولر هيبتدي الروتيشن من مباراه الترجي. طبعا اكيد هيتم استبعاد حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر اللي احنا تاكدنا ايضا انه مهدد زي حمدي بالظبط بالغياب عن المباراه لتراكم الانذارات، فاكيد الاثنين دول مش هيبقوا في حسابات مارسيل كولر. كمان محمد الشناوي قلنا تاكد غيابه، ومروان عطيه كان عنده نزله برد لسه، بس يعني بنسبه كبيره ممكن يلحق. النهارده شفناه في التمرين وطمنا عليه، اتمرن تمرينه كامله زي ما انتم تابعتوا في بدايه الحلقه، فالحمد لله مروان من العناصر اللي كانت متالقه الفتره الاخيره وجاهز اعتقد بالظبط. غير كده انت في كل مركز عندك البديل المناسب، او مش هنقول بديل، انت عندك اللاعب رقم 1 ورقم 2 تقريبا مستوى متقارب. لو اتكلمنا عن خالد عبد الفتاح ومحمد هاني، ربيعه وياسر ومتولي مع جنب محمد عبد المنعم نص وسط الملعب، طبعا حمدي فتحي مع ديانج مع عوده عمرو السلاعي، عوده مهمه في توقيت مهم طبعا للاعب عنده خبرات كبيره بيعتمد النادي الاهلي عليه وبيعول عليه في الامطار الاخيره من الموسم. طبعا محمد مجدي قفشه واحمد القندوسي، بيرسيتاو وحسين الشحات وكهرباء، احمد عبد القادر، محمد شريف، التوليفه دي كلها جاهزه. لو شلت ده وحطيت ده مش هتحس بفرق مع مارسيل كولر، يعني ممكن في اي طريقه تانية او في مع مدير فني تاني كنت ممكن تحس بدروب او هزه، ولكن اللي احنا شفناه من مارسيل كولر والمردود بتاع توالي المباريات مع تغيير اللاعبين ما حسيناش معاه باي فارق في المستوى والمردود. وكمان الاهم من المستوى والمردود ان النتائج كمان تكون على القدر اللي المدير الفني بيتمناه، وده اللي مطمن كولر في عمليه الروتيشن. هل يتغير اسلوب كولر في مباراه العوده؟ يعني انا شخصيا اتفاجئت وتوقعت انه بما بنلعب في دور قبل نهائي ومع فريق من يعني الفرق الكبيره، بصرف النظر عن فكره عدم استقراره وتراجع نتائجه غياباته، لكن في النهايه وانت رايح تلعب الترجي في قبل نهائي افريقيا، اكيد على واحد زي مستر كولر سنه اولى تشامبيونز ليج اكيد هيبقى عامل حساب. انا فوجئت انه الراجل بيلعب جيم مفتوح وضغط على الترجي من اول ماتش ونجح كمان في التسجيل، وده ساعده في انه يخلص المباراه بسكور تقيل. هل تتوقع انه طريقه تفكير في كولر في المباراه تختلف، ولا هيلعب بنفس طريقته وهيدفع او يعني هيفكر انه يضغط على الترجي من بدايه المباراه ويحاول يخلص المباراه بدري؟ لا هو اعتقد ولا استدرج، لانه عارف برضه ان الترجي عنده دوافع او طموح انه يسجل ويلعب على الكاونتر. لا هو مستر كولر مدرب جريء، يعني جريء جدا، ما اعتقد ان هو هينزل مباراه طبعا برغم الترجي ممكن يكون متحفز، لا هو ينزل مباراه مهاجم. هو اصلا مدرب بيلعب بطريقه هجوميه 4-3-3، فدي طريقه هجوميه، وهو اعتقد المباراه دي زي ما قلت لك هو فاصلها عن اي مباراه ثانيه، هينزل عشان ياكد المكسب والوصول للمباراه النهائيه. واعتقد ان احنا برضه يعني هوريك في يعني من ضمن الحاجات اللي هو بيعملها في حالات معانا. طيب يلا نشوف الحالات عشان نقفل الملف بتاع الاهلي والترجي. اكد لك مستر كولر يعني من ضمن مميزاته هو بيخلق دايما حلول في مباراه، وهو بيهاجم حتى لو المباراه المنافس بيبقى حتى قافل الملعب هو بيقدر يخلق دوافع. لا هو الحقيقه الاهلي مع كولر جريء هجوميا صلب دفاعيا، وقدر يعمل المعادله صح في وقت وتوقيت وهو داخل في كل البطولات. وحاجه ثانيه يا احمد، ومع الاخذ في الاعتبار انه نجح في كل الامتحانات كل البطولات اللي دخلها قدر ان هو يفوز بلقب، وحتى لما خسر في كاس الانديه كنا مبسوطين، يعني كان مقدم مباريات كبيره صحيح يعني. وكان ممكن يبقى يعني لو في شويه توفيق بالظبط وشويه خبره كان ممكن تبقى النتيجه غير. طبعا هنا الحاله بص، هنا الكره ديت الهدف الاول بتاع النادي الاهلي. ايوه ده اللي فوت الكره ده طبعا الكره حمدي فتحي. حمدي فتحي هنا لاعب اتحول من رقم 8
اعتقد بقى مهاجم تاني. بص بقى شادو سترايك بالظبط. فهنا اعتقد ان حمدي فتحي ده الدور خط هجوم الاهلي هنا في اربع لعيب. بص حمدي فتحي خلى المدافع اكبر وجوده في المكان ده اكبر مدافع المساحه لبيرسي تاو. بص بيرسي تاو فاضي جدا تماما، وده كان سبب كبير في ان بيرسي تاو يحرز الهدف الاول بسهوله حتى صحيح. بعد ما الكره الزاويه اتقفلت شويه. ودي هنتكلم عنها في ميزه بيرسي تاو في تصرفه الذكي جدا، لان الهدف ده هجيب نفس الهدف بالظبط بتاع بيرسي تاو في صن داونز النتيجه المباراه اللي احنا خسرنا فيها في جنوب افريقيا، نفس الهدف بالظبط بنفس الطريقه بتاعت بيرسي تاو. وبمناسبه كمان يعني ممكن تبقى مش نفس الحاله بالظبط لكن هي مشابهه جدا، الهدف الثاني في الرجاء هنا في القاهره بتاعت حمدي فتحي بيرسي تاو لحمدي فتحي في ظهر فتحي. وهنا يبين بص لحاجه ثانيه، وهنا المدافع لازم يرتبك يعني هو يا اما ياخد حمدي يا اما ياخد بيرسي. مين اللعيب وهمي فانت مش شايفه جاي من ورا دايما القدمون من الخلف. وهنا طبعا بمناسبه الباص ده بتاع الرجاء هنتكلم برضه على خطوره بيرسي تاو في ان هو كان مش بيجيب اهداف بس، ده بيعمل اسيستات مهمه جدا وفارق كبير جدا مع النادي الاهلي. بص على الحاله اللي بعدها طبعا هنا الهدف بيرسي تاو اتصرف طبعا الزاويه اتقفلت عليه، فتصرف الذكي جدا منه ان هو قدر يقفل الكره بوش رجله عشان طبعا. وبالمناسبه بيرسي تاو السيزون ده اكتر لعيبه في دوري ابطال افريقيا فعاليه على المرمى بالظبط. بص صناعه وتسجيل. بص بمناسبه الفعاليه ده السرو باص ده عمله طبعا يعني لحسين الشحات، ده اللي عمل السرو ده. مين اللي عمل السرو باص؟ هو بيرسي تاو. بيرسي تاو فبص اللي كان كمان افظع من ده وده بتاع كهربا في سرو باص معمول بتاع كهربا اهو. الحاله اللي بعدها بص الحاله دي بعدها نكمل خش الحاله بعدها هنلاقي السرو باص بتاع بص لا التوقيت خلاص. أيوه انت ممكن تعمل سرو باص بس التوقيت بتاعه ما يبقاش مميز. مزبوط. التوقيت بتاعه خلى كهربا يروح انفراد بسهوله جدا من نص الملعب ببساطه جدا. هنا ميزه بيرسي تاو والفرق الكبير كهربا لو سجل الكره دي كان الماتش فتح جدا من بدري جدا وكان بقى في صداره هو صحيح في صداره الهدافين بس كان مع مشاركه مع شارويلي وحمزه خضر. اعتقد كهربا في الكره دي فكر تفكيرين يعني هو كان عايز يعمل حاجتين كان عايز يرقص قررت انه يحطها بشمال. ما هو عشان يعني التفكير تفكيرين في الكره يخليك الكره تطلع بحاجه غريبه انت زي كلنا مستغربين. ندخل على الحاله اللي بعدها يعني الكره دي لما تيجي تقارن كره كهربا دي في ماتش الترجي وتقارن الجون الاولاني بتاعه في ماتش الهلال، الجون اللي سجله في الهلال ده اصعب كتير 500 مره من الكره دي. هي كهربا بالمناسبه سجل هدف وفيها سنس عالي أول جدا اول مباراه سكر. لكهربا بعد العوده من الايقاف في سموحه سجل هدف تشيب من فوق الهاني سليمان وجات له الكره دي اهدرها امام بيراميدز في كاس السوبر واهدرها للمره الثانيه في ماتش الترجي. ده هنا الهدف الاول اللي احرزه بيرسي تاو. نتكلم عن بيرسي تاو وقد ايه هو اتطور يعني برغم ان هو اخطا في ان هو ان ما شطش الكره من الاول بارتو زي ما اتكلمنا قبل كده احمد، لكن هو قدر يتصرف بذكاء جدا ان هو يكتم وش رجله عشان يحط الكره بكده. بص بص هنا اتقفل وش رجله بقوه. ممكن تشوف ان الحارس طبعا اخطا فيها لكن هو شطها بقوه برضه. يعني بص انا بصراحه شايف انه لو حارس مرمى يعني لا ما انا هو انا هوريك برضه الحاله الثانيه بتاعت باص صن داونز الكره دي اتصدت يعني خش في الحاله اللي بعدها كره صن داونز. لا كره صن داونز كانت اقوى من كده شويه طبعاً. اقوى من كده. بص دي كره صن داونز بنفس الطريقه بالظبط قفل وش رجله يعني ما جاتش يعني الموضوع مش حظ. ايوه يعني هو دي انت بتجيب الكره دي في اكتر من مباراه بنفس اكتر مباراه بنفس ان هو قفل وش رجله على الكره خلاص بقوه برده قفل وش رجله. بص هنخش نكمل بقيه الحاله نكمل طيب. لا ما يعني دي الحالات الدفاعيه لا دي حالات الخطوره بتاعه الترجي التونسي. هو خطوره الترجي التونسي كلها كره ثابته وبيرفع بص من قبل بعد نص الملعب رفع دي كانت خطوره يعني اعتقد ما كانتش خطره بس فعلا كانت جنب المرمى. لكن الشناوي كان على فكره مش في الماتش اللي فات بس هو طول عمر شمال افريقيا كل الكرات العاليه او كل العاب الهواء هم الحقيقه مميزين جدا فيها واحنا كان دايما عندنا نقطه ضعف بس اعتقد انه برضو مستر كولر طبعا بوجود بذكاء جدا لما لعب ياسر ابراهيم طبعا يعني دي مبين ان هو مذاكر جدا فرق شمال افريقيا وعملها كده مع الرجاء وعملها مع الترجي التونسي. هو احنا عايزين نقول كمان ان الترجي راح للكرات الثابته مضطر بعد اصابه طبعا ابرز نجمين عنده كان بيقدر يطلع عليهم الاجنحه اللي هو رياض بن عياد وحمد الهوني. الاثنين كانوا مميزين جدا في الموضوع يعني يمكن شفنا التالق الكبير لحمد الهوني في مباراه الترجي والزمالك وازاي كان هو مفتاح اللعب من على الجناح كان هو مصدر الخطوره الاكبر والاوحد تقريبا. فبعد اصابه حمد الهوني ورياض بن عياد اثنين كانوا يقدروا يمسكوا الكوره شويه دلوقتي الترجي لما تيجي تبص مش هتلاقي مثلا يعني شويه محمد علي بن رمضان بيحاول في نص الملعب في لعيب باين فيهم يعني هو يعني حتى كوليبالي ما هو بين حموده بيشاكس في الكرات العاليه وممكن بوجرين وبين رمضان شويه في نص الملعب بيحاولوا يمسكوا كوره
طبعا، وده بيوريك مردود طبعا افتقاد الكره وامتلاك النادي الاهلي لكل على مدار المباراه لكل اللعبات الخطيره طبعا في وسط الملعب. احنا شفنا انطلاقه اليو ديانج من على حدود منطقه الجزاء النادي الاهلي وصولا لمنطقه جزاء الترجي بيجري في شارع محدش قبله خالص لحد ما عمل التمرير لحسين قبل حسين يعملها برضو. يعني ديانج هو بيجري في الملعب شكله عامل ازاي؟ ما حدش يقرب منه. ايوه صعب. اه والله صعب تقرب منه. ديانج صعب خالص. ديانج عمل انطلاقه بقى من بيعملها على طول الحركه توقيت اه اللي هو كان بقى لنا فتره مش متعودين منه على كده، ولكن لا هو دريبلر على فكره كويس جدا، عمل فاتش امبي وجاب جون بيه. من افضل اللعيبه الدريبلرز في النادي انا بشوفه كده، وبشوف انه بيرفع لو 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 ديانج خد حريه هجوميه شويه ومستر كولر اشتغل على النواحي اللمسه الاخيره فيه، ديانج ده ممكن يبقى لعيب خط نص عالمي الحقيقه. ما بالمناسبه هو من يعني من المميزات اللي عملها كولر مع النادي الاهلي انه ابعد ديانج تماما عن مركز سته. انت ما ينفعش ديانج ما ينفعش يلعب سته. ديانج زي ما حضرتك قلت عنده الميول ان هو ينطلق بالكوره، عنده قوه بدنيه عايز يطلع السرعه عنده بول كنترول بالظبط. اه يعني دريبلر كويس جدا بصراحة. انطلاق بالكوره سرعه وقوه كل ده ديانج محتاج ان هو على فكرة. يتحرر شويه طبعا. يعني طبعا بيصوب بيصوب احنا في ماتش بيراميدز بالظبط كان احرى هدف وفي مباراه بفتكر بتاع الزمالك بصراحه المباراه الخمسه ثلاثه ماتش خمسه ما احنا نقول 5 3 بقى عشان هم فلا بيراميدز طبعا اليو ديانج زي ما قلنا من مزايا كولر ان هو حرره تماما من الحته الدفاعيه والالتزام بالواجبات اللي كان بيأخره شويه في وسط ملعب النادي الاهلي وتحرر ديانج عوده ديانج انا اقول لك ليه ممكن مدرب برضو يلجا للحته دي لانه هو عنده الفتنس يعني مجهوده في الملعب لعيب من اصحاب الثلاث رئات زي ما بيقول بالتالي والمركز 6 ده اكتر مركز في الملعب كله يمكن مع الباكين اليمين والشمال يعني رايحين جايين على الخط طول النهار اكتر لعيبه محتاجه نفس ومحتاجه فتنس لياقه بدنيه عاليه عشان كده يمكن قوه ديانج ولياقته البدنيه العاليه بتخلي دايما المديرين الفنيين يبصوا له في حته ست في لاعب كمان في مباراه الذهاب امام الترجي عمل معدلات جاريه انا اعتقد ان احنا لو رحنا للارقام اللي هي على حمدي فتحي حمدي فتحي في مباراه الترجي يعني ما شاء الله عليه كان بيجري في كل حته في الملعب يعني يمكن شفنا كان الانذار اللي حصل عليه حمدي فتحي كان عند رايت الكورنر هتلاقي لو رجعنا لسير المباراه هتلاقي حمدي بعدها بيقطع كوره من على حدود منطقه الجزاء وبعدين بيرجع يروح جناح زي ما استعرضنا الحلقه اللي فاتت الحالات فحمدي فتحي ما شاء الله عليه يعني ربنا يحميه طيب. مميز طبعا واحد من من من, من انجح وافضل لعيبه الاهلي على مدار الموسم كله مش بكلم بس على ماتش الترجي واحد من اللعيبه اللي كمان بيميزهم جدا خدوا بالكم في لعيبه كتير جدا بتبقى امكانياتها ومهارتها مفيش عليها جدال لكن الثبات على المستوى هو اللي يمكن يكون مشكله ممكن تلاقيه في ماتش كويس ماتش تاني نص نص ماتش تالت تقول عليه مش احسن حاجه لكن في لعيبه بتفضل مقديه طول الموسم بثبات مستوى وكفاءه عاليه جدا ودي حاجه مطلوبه جدا بالذات لو بتفكر انه اللعيب ده يكون ليه نقله على مستوى الاحتراف دي واحده من اهم يعني الحاجات المتطلبات الاحتراف معانا حالات تانية يا احمد ونكتفي بالقدر ده عشان ندي مساحه نروح للريال بقى والسيتي نتكلم جد 50 فعلا انت مقتنع بكده؟ انا يعني بعد الغاء قاعده الهدف خارج الارض بهدفين اصبحت المباريات 50-50 خلاص ريال مدريد يعني عامل الارض والجمهور لا هو التفوق مش التفوق مش هيبقى مش للارض والجمهور ولكن عامل الهدف خارج الملعب بهدفين بعد الغائه اصبح الحظوظ متساويه تماما يعني مانشستر سيتي تعادل مع ريال مدريد في سانتياغو برنابيو 1-1 ملهاش قيمه كانهم تعادلوا 0-0 بالظبط فالنهارده ريال مدريد يعني لو المباراه ظلت على نتيجه لقاء الذهاب هيضطر الفريقين في نهايه المباراه يلعبوا وقت اضافي واشواط اضافيه لو استمرت ركلات الغاء قاعده الهدف خارج الارض بهدفين قادر ينسى انتمائه طبعا لا يعني لا انا على فكره انا بحيي على فكره جدا اللي اتخذ القرار وده على فكره ريال مدريد يمكن بقى بالانتماء ريال مدريد اكتر فريق استفاد من الغاء الموضوع ده في البطوله الماضيه ريال مدريد قدر يسجل ويرجع مباراه باريس ومباراه تشيلسي ومباراه السيتي استفاد جدا منها فان شاء الله نستفاد منها النهارده ونقدر نرجع يعني نرجع من ملعب الاتحاد بصعود انا يعني انا متوقع سيناريو اللقاء طيب. جوه الملعب خلينا نتفق انه لقاء بين فرقتين معارض تقيل وناس كتير وانا معاهم شايفين ان المباراه دي هي نهائي دوري الابطال لكن بره الملعب في مواجهه ما تقلش عنف الحقيقه بين كارلو انشيلوتي مخضرم صاحب تجربه صاحب خبره متعود على القاب واعتقد يمكن اكتر مدرب
حقق لقب تشامبيونز ليج مع افضل من وجهه نظري يعني بيب جوارديولا وافضل مدرب في العشر سنين الاخيره على مستوى كره القدم. فالمواجهه بين عقليتين من الجبابره يعني ازاي هيخوضوا اللقاء، ازاي بيفكر انشيلوتي في انه ياخد تذكره النهائي من 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 وسط السيتي من على ملعبه وسط جمهوره، وازاي في نفس الوقت جوارديولا بيفكر في انه يقهر ريال مدريد الفريق صاحب الشخصيه وصاحب الرقم القياسي واللي عنده القدره دايما حتى لو كان في اسوأ حالاته انه يتوج بلقب الشامبيونز ليج. بص احمد، انا شايف ان انشيلوتي عمل حاجه مهمه جدا، يعني هو الوحيد يعني اللي قدر يعادل معادله ان السيتي برغم من قوته فنيا وقوته مع جوارديولا، هو قدر مع الريال يساوي المهارات وكل الامكانيات الكبيره بتاعت السيتي مع الريال. يعني ده شفناه طبعا في مباراه السنه اللي فاتت، وشفنا الريال بالرغم ان السيتي ما حدش قدر. اوعى ده اوعى ده ادخل لنا بقى وده على فكره ده هو السبب الاول مع بنزيما في فوز الريال بالدوري ابطال اوروبا اللي فاتت. تيبو كورتوا الحقيقه قدم النسخه الافضل منه، وان كان لم يستطع طبعا التصدي لقذيفه دي بروين المدويه التي سكنت شباب وده طبعا السنه دي ده طبعا في العالم جونيور. جوارديولا هيعتمد فينيسيوس جونيور في رايي افضل لاعب في العالم. انا بشوف ان جوارديولا طبعا بدري قوي على العالم دي. السنه دي انا شايفه افضل لاعب في العالم السنه دي. افضل لاعب في العالم بيلعب كره قدم، يعني اصل انت هتيجي تبص الناحيه الثانيه تلاقي هالاند، فهالاند قوه كبيره ودي بروين استبعدته. انا بشوف دي بروين متوهج قوي السنه دي الاصابات ومش بعدوش السنه دي بيقدم موسم هايل. لا مقدم موسم كويس، يعني خليني اقول لك انه السنه دي يمكن جمهور السيتي يعتبر دي بروينا تاتا تات مع هالاند. شوف هالاند عامل ازاي ومكسر الدنيا ازاي، بس دي بروينا بالنسبه لجماهير السيتي ما يقلش اهميه عن ايرلينج هالاند. ممكن بالنسبه لجوارديولا بقى، يعني بالنسبه لي يعني انا دايما هو وعايز بقى انشيلوتي افضل مدرب وفيريز افضل رئيس نادي وبنزيما افضل مهاجم جوارديولا بيعمل افضل حارس ميليتاو افضل مدافع. لا دي لا انا اسمح لك ابدا. جوارديولا طب قول روديجر ماشي يعني ممكن اعديها لك، لكن ولا روديجر برضه ولا روديجر. هو انشيلوتي قدر يقفل الريال، عنده مشكله من زمان يعني ما بعرفش يدافع. والسيتي على فكره يعني هو السيتي جوارديولا خليهم بيهاجموا دايما، ان انت بتشوفش حد بيدافعه يعني حد بيهاجمه عشان هو عشان كده تحس ان بس هو رد على ده في اكتر من مره. يعني لما قالوا له ان بتستقبل بتستقبل كتير، قال لك انا طول ما انا بكسب وبلعب كره هجوميه مش هيفرق معايا، انا بستقبل كام لك ما دام النتيجه النهائيه بالنسبه لي في صالحي. جوارديولا احنا في حاجه قلنا عليها في ماتش النهائي بتاع تشيلسي، طبعا هو بيعمل حاجه دايما اللي هو مش هقول تاليف هو دايما بيرسم سيناريوهات في دماغه هو بس. ايوه السيناريو ده بيبين لي ان قد انت لما تبقى انت عايز تجازف او تعمل خدعه يا تنجح هتقول عليه اجمل مدرب في العالم، ممكن احتمال كبير برضو ان هي ايه ما تنجحش. فهو النهارده انا متاكد من كتر ما انا حافظه ان هو النهارده هيغير في تشكيله اللعب. بص انا بيتهيألي ان جوارديولا النهارده هو بيتكلم في اوضه اللبس وبيحط خطه المباراه والتشكيل في دماغه جدا في الباك جراوند. غلطته قدام السيتي طبعا قدام تشيلسي اللي كلفته البطوله، وكان هو طبعا بدون نقاش هو الافضل والاقدر، والنهائي اللي هو كان خلاص داخل عليه وخرج في الثانيه الاخيره من ريال مدريد بالزبط. المره اللي فاتت هل ده ياثر على طريقته؟ هل ممكن نشوفه النهارده متحفظ حتى وهو بيلعب على ملعبه في وسط جمهوره؟ هل ممكن نشوف جوارديولا غير طريقه غير وهو بيواجه الريال النهارده، ولا يبقى جوارديولا هو جوارديولا؟ طب احنا خلينا نحط تصور سريع كده للمباراه من الجانبين. جوارديولا الموسم ده بالتحديد بيميل للواقعيه اكتر بدليل ان هو لم يجري اي تغيير في مباراه الذهاب امام ريال مدريد. احتفظ بال11 لاعب لحد الدقيقه 90 وده النهارده اللي هيميل. انا جوارديولا هيبدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه مباراه الريال. هيحاول بس يغير ويستفاد في اي غيابات بالمناسبه في الماتش النهارده. لا اكي بس في السيتي وريال مدريد السكواد كله موجود. التغيير الوحيد اللي ممكن ألابا يدخل بعد عوده ميليتاو، ألابا يدخل كظهير وكما فينجا يدخل نص الملعب على حساب رودريجو. لا رودريجو ويلعب بنزيما وفينيسيوس، يلعب مودريتش وتوني كروس وكما فينجا وفالفيردي رباعي في وسط الملعب، لان قوه مانشستر سيتي كلها في وسط الملعب بالمناسبه. يعني دي بروين واحنا شفنا جندوجان والتالق الكبير اللي كان عليه المباراه ليستر في الدوري. لا جندوجان قوه كبيره جدا طبعا مع الاطراف. فلا التصور بالظبط انا بتصور ان المباراه هتبقى على ارض الملعب بين زي ما قلنا المره اللي فاتت بين فينيسيوس في ريال مدريد، كيفن دي بروين، ومعاهم بنزيما وهالاند. انا اتوقع ان جوارديولا هيغير في كام لعيب. محرز هيكون ليه وجود النهارده في بدايه المباراه، هو وفودين واحد من الاثنين هيبدا، لان هو عمل كده في مباراه العوده
اللي طبعا كان متقدم فيها وكان خلاص لعب بخيسوس وكان مفاجاه كبيره جدا لريال مدريد. هو الحته دي اللي بيلعب عليها دايما انه يقنع العالم كله ان هو مش هيعمل تغييرات وبيقنع حتى انشيلوتي نفسه وهيفاجئ الجميع بلاعب مش متوقع تماما ان هو ممكن يبدا ولاعيب يبقى واثق فيه لان هو اللعيبه كلها طبعا لعيبه كبار سواء رياض محرز او حتى فودن لو بدا المباراه. ده اللي بيلخبط كل تفكير انشيلوتي لو هو يعني في دماغه طبعا نفس طريقه اللعب ونفس التشكيل واقتناعه التام ان هو ما غيرش اللعيبه ديت طول 90 دقيقه فاكيد هيبدا بيهم زي ما بلال بيقول. فدي التركيه كلها. لكن انشيلوتي اعتقد لا هيسيب الثلاثه اللي قدام زي ما هم لان هم دول الرهان الكسبان بالنسبه له لان في ظل وجود السيتي في نص ملعب ريال مدريد في ظل الهجوم والاستحواذ الكبير جدا ممكن الريال بيقدر يستغل الاخطاء ويستغل المساحات الكبيره على ما بين نص الملعب والاطراف. صحيح. فالريال اعتقد يعني هي بالنسبه لنا كاهلاويه تاني اهم مباراه الموسم ده ان شاء الله تكون المباراه الاهم هي مباراه تتويج الاهلي ان شاء الله بدوري الابطال. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله في يوم الجمعه. ما عنديش شك انه لعيبه الاهلي وجهازهم الفني هياخدوا المباراه دي بمنتهى الجديه. كل بطلبه من الجمهور اللي هيكون حاضر انه يشجع ويساند الفريق. هدفنا ان شاء الله من المباراه دي تقديم عرض قوي تاكيد على شخصيه الاهلي انه شخصيه البطل وانه الفريق الاول المرشح لتحقيق اللقب. والاهم من ده ان شاء الله نحقق فوز غالي على الترجي يوم الجمعه اللي جايه. بشكر بلال محسن احمد مصطفى على وجودهم معايا. هارد لك مقدما النهارده لغايه لما نتقابل المره الجايه ويكون لنا كلام تاني. هيكون في بيننا مكالمه الساعه 12:30 ان شاء الله. بنقول لك هارد لك لخروج السيتي وتاكد صعود ريال مدريد ان شاء الله. اشكركم على المتابعه وان شاء الله نتقابل حاجه جديده في السادسه. تحياتي ليكم.